باشمهندس محمد يتفضل. ايوه مع حضرتك. اتفضل يا باشمهندس. الو، اهلا بيك يا دكتور، دايما منور الشاشه. نورك ربنا يا رب يكرمنا ويكرمك دايما، وكده يعني دايما نسعد بيك وبوجودك وطلتك الجميله على الشاشه. الله يرضى عنك، الله يبارك فيك. اتفضل يا باشمهندس معانا. ربنا عندي من فضلك سؤالين. اتفضل. السؤال الاولاني خاص بان ابني عنده جايب كلب. باشمهندس امسك في الخط كويس بقى. طيب لو عشان بس انا مش عارف هتقدر ترجع لنا قبل ما الهواء يخلص ولا لا. حاول بسرعه يا باشمهندس. ابن حضرتك لو كان جايب كلب نوديه فين؟ نوديه في الفرندا؟ نوديه في الفرندا او نوديه في الجنينه؟ او نخليه في مكان بنصلي فيه ما يدخلوش ابدا؟ اذا حصل ده ان شاء الله يحصل لنا ان شاء الله ان ما ينقص من ثوابنا شيء، وان شاء الله يكون دوت خير. وننوي بتربيه وننوي بوجود هذا الكلب، ننوي ان احنا بنرعى الحيوان وبنمتثل رأفة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحيوان ورأفة رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل المخلوقات، وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يكرمنا، لان الفتوى اللي عندنا هو ان الكلب كله طاهر على ما عليه الساده الملكيه، فيبقى المساله هكذا وربنا سبحانه وتعالى يكتب لكم الحياة السعيدة. أنا ببقيت سعيد إن احنا بنسأل في أسئلة تخص أولادنا إزاي نعمل. أنا بحب الأسئلة بتاعت الإيه؟ كيف؟